الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إذا قيل هل القرآن يتفاضل؟ الجواب نعم، يتفاضل باعتبار ولا يتفاضل باعتبار، فيتفاضل باعتبار دلالته ومعانيه، ولا يتفاضل باعتبار المتكلم به، فإن المتكلم به من أوله إلى آخره إنما هو الله، فلا يتفاضل القرآن باعتبار المتكلم به. يعني لا تقول والله هذه الآية أفضل لأن الله تكلم بها، وهذه الآية مفضولة لأن جبريل هو الذي تكلم بها، لا، القرآن تكلم الله به، فهو باعتبار المتكلم به فضله واحد. وأما باعتبار دلالة الكلام والمعاني فلا جرم أن معاني القرآن تتفاضل، ولذلك أعظم سورة في القرآن هي سورة قل هو الله واحد لعظم معانيها لا لكثرة آياتها. وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. فهل آية الكرسي مثل آية الدين باعتبار المعاني والدلالات؟ الجواب لا، هذه تتكلم عن أحكام عقدية تتعلق بالله، وهذه تتكلم عن أحكام فقهية تتعلق بالمخلوقين، وما يكون لله عز وجل أولى وأعظم مما يكون للمخلوقين. فإذا قيل لك القرآن يتفاضل قل لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، ويتفاضل باعتبار دلالته ومعانيه.